والآن ننتقل لمتابعة أهم وآخر أخبار الطقس. لك مرة أخرى رجاء. شكرا سحر، شكرا ليلى. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 20، الصغرى فيها 11، جو معتدل. الإسكندرية 20 10، مطروح 19 10، بورسعيد 20 10، الإسماعيلية 21 9، محافظة السويس العظمى فيها 20، الصغرى فيها 11، العريش 20 8، طابة 18 10، شرم الشيخ 23 15، الغردقة 23 14، محافظة الأقصر العظمى فيها 23، الصغرى فيها 9، أسوان 23 10، الوادي الجديد 21 6، شلاتين 26 16، حلايب 23 18. لأن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.